التحرك ضد معمل الزوق تم الحشد والاستعداد له منذ أيام. اتحاد بلديات كسروان الفتوح حرك ملف المعمل من جديد. الأسباب بحسب الاتحاد رفض توسيع المعمل والهدف الضغط على نقله من المنطقة. تحرك طرح في التوقيت تساؤلات في وقت لم تتخلف القوى السياسية ولا حتى بلديات كسروان الفتوح عن حضور المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه رئيس الاتحاد رئيس بلدية زوق مكايل نهاد نوفل. يوجه اتحاد بلديات كسروان وبلديات زوق مكايل نداء عاجلا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وإلى البطاركة والأساقفة ورجال الدين عموما وإلى قادة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب والمردة والأحزاب الأرمنية والأحزاب والشخصيات المسيحية الفاعلة للمساعدة على الحل. من المؤتمر توجه المحتجون إلى أوتوستراد الزوق رافعين اليافطات والأعلام اللبنانية، قطعوا الطريق بالاتجاهين لدقائق كتحرك رمزي احتجاجا على ما سموها دواخين الموت وسرطان الزوق. بمواكبة من القوى الأمنية أعيد فتح الطريق وتوجه المعتصمون سيرا على الأقدام إلى مدخل المعمل كمحطة أخيرة في اعتصامهم. وهناك كانت القوى الأمنية تضرب طوقا أمنيا على مداخل المعمل. أراد وفد من المعتصمين التقدم، لكن حصل بعض اللغط مع مرافقي الفعاليات السياسية ورؤساء البلديات والقوى الأمنية. الاتحاد استنفذ كل الطرق، جرب مع كل المسؤولين وطالع قرارين ب أو انتقال المعمل أو تحويله لغاز، ما عم ينفذوا. خلقت وربيت بهالبيئة ومع العمر بلشت أحس مشاكل رئوية، ضيق نفس، هالمشاكل يلي ما عم تتعالج. في حياة إنسان عم تتعرض كل لحظة بتلوث، إن كان من سيجارة أو من سيارة أو من شركة. انتهى الاعتصام، عاد المحتجون أدراجهم، أمهلوا مؤسسة كهرباء لبنان 15 يوماً للاستجابة إلى مطالبهم، وإلا العودة إلى التصعيد وبشكل آخر.